بلال، عايز اخدك في جزئيه النهارده ما اتكلمش عنها خالص النهارده. تصريحات مارسيل كولر سواء في المؤتمر الصحفي النهارده او المؤتمر الصحفي اللي فات، مؤتمرات صحفيه عموما، هناك راي بيقول انه راجل هادئ وذكي، وفي راي تاني بيقول انه مع التعثرات بتبدا يقول تصريحات ممكن يبقى فيها بعض هقول مش عايز اقول الاخطاء، ولكن واضح ان فيها عصبيه او فيها ضيق ما. يعني توتره ظهر بسرعه يعني لسه النادي الاهلي يعني يعتبر ده اول تعثرات بالنسبه للنادي الاهلي مع كولر. يمكن الفريق لحد دلوقتي لسه ما خسرش، لكن الراجل من تعادلين مثلا او من فكره ان الفريق ما بيظهرش بشكل كويس، فابتدى يبقى متوتر بشكل كبير جدا. النهارده سلم الاداره بتسليم اهالي للجماهير، احنا بنتكلم انت مدير فني، فما ينفعش انت تطلع تنتقد لعيبتك بشكل كبير، انت لسه في بدايه موسم ولسه داخل على مرحله مهمه جدا من الموسم سواء مسابقه الدوري. سلم الاداره، سلم الاداره في ايه؟ وانت لما تيجي تطلع تقول دلوقتي اصل المهاجمين بتاع النادي الاهلي مش دول اللي انا كنت عايزهم، او مش ده طموحي مع النادي الاهلي. وانت رايك ايه؟ انا رايي ان اللي انت كده خسرت السيطره على اوضه اللبس. لا انت رايك ايه؟ هل في مهاجمين كويسين في الاهلي دلوقتي؟ النادي الاهلي يحتاج لده، لكن مش كولر اللي يطلع يقول ده. يعني مش انت كمدير يعني ما ينفعش مثلا كريم حد شغال معاه يطلع ينتقده على الهواء او ينتقده قدام ملايين من الناس. لكن ممكن حد تاني ينتقد، لكن انت ككولر لما تطلع تنتقد بالشكل ده وتوجه اللوم على لعيبتك وتوجه اللوم على مثلا على الاداره في حيث الملعب، فانت دلوقتي انت المنظومه كلها انت عمال بتهاجم في المنظومه كلها، ففي توتر كبير جدا انت بتصدره للعيبه وفقا من خلال التصريحات دي. انت اللعيبه ذات نفسها هتفقد ثقه بنفسها. طب ما اداره النادي الاهلي المهاجمين او اللاعبين الموجودين دلوقتي هم اختيارات اجهزه فنيه سابقه في النادي الاهلي، ما هو برضه الاداره دي تقول لك ما انا بجيب اللي المدربين عايزينه. جميل جدا، فانت ككولر لسه ما طلبتش اللعيبه اللي انت عايزها او كده، فانت لازم تستنى وتلتزم الصمت تماما، ولازم تحامي على لعيبتك وتحافظ على لعيبتك، لكن ما تصدرش لياس لعيبتك، ما تحطهمش في موقف محرج. انت لما تطلع تقول دلوقتي يا كريم اللي انت انا ما عنديش مهاجمين، فمطالب مني اللي انا كمهاجم اللي انا اجي الماتش الجاي اللي انا ابقى مركز بنسبه 100% او انا اساعدك على المكسب، لا انت يعني خليتني افقد شخصيتي وافقد ثقتي بنفسي، فبالتالي خليتني اللي انا مش مركز. يعني وده ممكن ياثر على ادائي بعد كده في الملعب ويعمل لي مشكله.